مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على ام بي سي أكشن وإذاعة ام بي سي اف ام. بكرة 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 الأخضر، بكرة المنتخب السعودي مع اليابان، مباراة حتى الآن فوق 50,000 تذكرة انباعت، يعني باقي أظن 10,000 الباقي يكون دعوات ولا شيء، لأنه يمكن خلاص موقع مكاني دنيا الناس يدورون التذكرة على قولة يدورونها باتفق، والدنيا حامية شوية صراحة، يعني من غير ما نذكر أشياء كثيرة، يعني خليني بس أحطكم معنا في الصورة. اليوم مدرب المنتخب السعودي يقول للجمهور، تبوا بس خلنا بس أطلع الخبر عشان يصير أمامي كاملا. طيب المدرب المنتخب السعودي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قال انه يعني انا اتطلع لحضور كبير ويبغى الجمهور يكون مؤثر بكره في مباراه السعوديه مع اليابان، ويقول يعني انه راح نواجه، يذكر الجمهور انتبهوا راح نواجه اقوى منتخب في قاره اسيا، يعني يترك الترتيب وما الترتيب شيله من بالك، ويتكلم انه يعني بكره راح اشرك لبعض اللاعبين يملكون موهبه وانه راح يكون لهم تاثير كثير على المباراه. بس النقطة اللي همتني في كلام هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي اليوم، قال كلمة، قال إنه مباراة بكرة مع الصين ستكون تكتيكية ومختلفة مع اليابان، ستكون مباراة السعودية مع اليابان تكتيكية ومختلفة تماما في ظروفها عن مواجهة 2018. انتبه، يعني المباراة راح تكون بكرة مش بنفس الشكل اللي كانت عليه مباراتنا مع اليابان في 2018 يوم فهد المولد الله يذكره بالخير وتأهلنا فيها الكأس العالم. على الجانب الآخر شوف مدرب اليابان شو يقول، مدرب اليابان هاجيمي موراسيلو مورياسو مدرب المنتخب الياباني يقول تفاجأت، يقول إنه زودوا الجمهور 100%، يعني ليه يزودون الجمهور وتخلون حضورهم 100%؟ هذا يوريك إن القرار أصلاً اتخذ أيضاً يعني اتخذ بذكاء، أنه هذا الدعم الجماهيري يؤثر على الفريق المنافس. بعدين رجع قال مدرب اليابان لا احنا ما يأثر فينا الحضور الجماهيري، احنا جامدين قوي، ها الناس جامدين وراح نقدر نتعامل مع الموضوع حتى لو امتلى الملعب. عموما يقول ان حضور الجمهور السعودي راح يكون حافز، يعني 60,000 مشجع سعودي راح يكون حافز للمنتخب الياباني لتقديم مباراة. الله لا يسمع منك. طيب وإن شاء الله بكرة ناخذ 3 نقاط ونقول شكرا لليابان. يعني أنت استقويت، يعني قاعد يعني شوف نتيجة، ورينا الترتيب بالأول، ترتيب المجموعة، يعني ساعات بعد الواحد ساعات يكون حظه، يعني شوف اليابان 3 نقاط في مباراتين، يعني لا تجي صحصح عندنا، يعني مسألة اللي يجي صحصح في جدة هذا أمر مرفوض، يعني أتمنى نجوم المنتخب بكرة يخلصون الموضوع، لأنه يعني من حق المنتخب الياباني يتطور ويفوز ويحقق، بس بعيد يعني بعيد عننا، ها شو يقول ذاك المثل، يرزقه ويبعده ولا ايش في شغله كذا كانت. نطلع فاصل ونطلع عناوين، نطلع عناوين. المنتخب حديث الشارع السعودي قبل مواجهة اليابان الصعبة. الفيصل في تدريب الأخضر، همتكم يا رجال الناس كلها معاكم. 50,000 تذكرة نفذت لمواجهة السعودية مع اليابان، مولعة. رينارد يطلب فزعة الجمهور ويحذر اليابان الأفضل في آسيا. الأولمبي السعودي يعبر سوريا بهدفين في بطولة غرب آسيا. الأسيوي النصر في مرسول والهلال يواجه بيروزي في الملز. عودة الهلال والاتحاد والأهلي للتدريبات، الوعد الجولة الثامنة. البيشي دخل تدريبات العميد والعودة أمام ضمك في المحالة.
جمعية اتحاد الكرة تصادق بالإجماع على تعيين الحميداني. نرحب في ضيوف حلقتنا اليوم. اليوم معي أستاذ غرم العمري ولكن ليس عبر الأقمار الصناعية، معاي على الطاولة. هلا أبو خالد. حياك الله أبو بدر، مساء الخير. نرحب كابتن حمد المنتشري، نجم المنتخب السعودي ونجم نادي الاتحاد وأفضل لاعب أسيوي 2005. وش نقول؟ هلا وغلا، حياك الله أبو بدر. أبو زميلنا طارق النوفل، حياك الله أبو محمد. يا هلا والله وسهلا أبو بدر، حياك الله، مسي عليك وعلى الأخوان الأعزاء. خالد، بالنسبة للفهد، انا بالنسبه لي انا شخصيا من احب اللعيبه، احبه داخل الملعب، لاعب يقدم اسلوبه وطريقه لعبه تعجبني كثير. تحب جوا الملعب بس مره الملعب؟ ما اعرفه برا. انا ما اعرف، انا ممكن ما قابلته الا مره واحده، كان هو صغير فاز بجائزه افضل لاعب صاعد، وكنت معه، كان معي مصطفى بصاص المركز الثاني، وفهد قابلته في الحفل، هي المره الوحيده اللي قابلته. لكن بصراحه من افضل اللاعبين متى ما اهتم في نفسه. مش قساوة على فهد، ولكن واضح انه فهد هنا لما يجي عند بيته واضح انه مرتبط باصحابه، جالس يسهر معاهم كثير، يجلس معاهم كثير، يعطيهم من وقته، مو مهتم لتغذيته. ومرت علينا وبدر نجوم كبار ولاعبين، صدقني من استمر الى 10 سنوات 12 سنة في كرة القدم هو محافظ على نفسه. ومر علينا نجوم كبار قدموا مستويات كبيرة في الفئات السنية ووصلوا فريق اول، لكن ما يكملون ابدا. قد يكون اضربها، وهذه يا ابو بدر كلمة وجهها للاعبين المحترفين، ومضرب مثل للاعب ما احب ذكر اسمه. أنا مسكته في النادي الأهلي في يوم من الأيام، كان من أهم اللاعبين في المملكة، وقلت له، قلت أول ناس راح يتخلوا عنك المجموعة اللي يسهروا معك في البحر، هم أول ناس حيتخلوا عنك. وفعلا والله يا أبو بدر أول ما ترك كرة القدم أول ناس قالوا له ما تخش الشاليه الشلة هذه، قال والله ما فتحوا له. سنة كم؟ لو قلت لك السنة أعرف اللاعب، ما أحب أذكر اسمه أبو بدر، لكن والله يعني زمان ولا قريب؟ يعني ما من زمان. لا أقول، من يتوقع الكابتن حمد المنتشري أن يكون اللاعب رجل المباراة؟ من هو راح يكون رجل المباراة؟ والله شوف، عندنا أسماء، يعني أنا ما حدد لك لاعب معين، لكن أنا أقول لك مثلا مدافعين حيكون عبد الإله العمري، هذا إن شاء الله حيكون في يومه بأمر الله. عندك سلمان الفرج والمالكي لعيبة مهمين، وإن شاء الله صالح الشهري إنه يكون رجل مباراة تسجيله أهداف حاسمة. أتوقع الكابتن صالح الشهري الأهمية التسجيل، لأن المباراة لن تتجاوز هدف هدفين. محمد العويس، أنا أشوف محمد العويس الآن مع المنتخب تحديدا حاضر ذهنيا. غيم على هاشتاج البرنامج يقول الحين إيش فيكم على نفس الأغاني تعيدونها؟ طبعا هذا في نوعية من الناس عندهم مشكلة مع أي شيء معتاد، يبغى يغير كل شيء، فلتنسى في الأغنية الرياضية. طيب وش يقول؟ ترى في أغاني المنتخب غير الثلاث اللي كل شوي تسمعون إياها، في حقة عايض ورابح صقر اللي ما سمعت صوتها من تابعتكم، وكثير غيرها. شوف يا غالي، في بعض الأعمال تعتبر من العلامات، في شيء اسمه العراقة بمعيارك هذا. أجل بلا ماجد بلا سامي بلا حمد منتشري بلا نور، خلاص خدمت المنتخب اللي بعده. ما يصير يا ولدي، تشكلك تغير، تشكلك في ناس كذا يغير ساعتك كل شهر، يغير جوالك ثلاث شهور، يغير سيارتك كل ست شهور. إذا الله مقدرك هذا شيء جميل. عموما الأغنية ما فيها إلا العافية، وزينة وعاجب الناس، لأنها تذكرنا بواحد من أعظم الإنجازات السعودية اللي يمكن حبيب قلبي كنت ذاك الوقت لسه من ولدت، فبابا لو سألت حيقول لك عن الأغنية. يعطيكم ألف ألف عافية، وشكرا لكل مشاركاتكم. شكرا طارق النوفل، يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك غرم، تسأل الله يعطيك. شكرا غرم العمري، شكرا كابتن حمد المنتشري. بكرة موعد آخر إن شاء الله، ونحتفل بالأخضر بإذن الله بفوزه على اليابان. قولوا يا رب. صباح الخير.